مشاهدي الكرام، اختتم يوم أمس معرض التصوير الفوتوغرافي نور 4 اللي تنظم الجمعية الكويتية لفنون التصوير في مجمع الأفنيوز، ملهما مخيلة العابرين بلقطاته الفنية المدهشة. خلق المعرض جو من الفضول الثقافي والفني، شكل مساحة حية لتبادل الخبرات في التقاط الصور والمواد المستخدمة في عرضها، إضافة إلى نقاشات حول المواد والتقنيات المستخدمة فيها. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو طبعا أكيد الأستاذ جاسم العجمي، فنان تشكيلي وأحد المشاركين في هذا المعرض. نرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك أختي، حياك الله. يا أهلا، بداية نبدأ وياك أستاذ جاسم، كونك مصور وكونك أيضا عضو في اللي نقول الجمعية الكويتية لفنون التصوير، قبل شوي انت ومها قاعد تسولفون تحت الهواء، قلت لي في شيء اسمه فنان، في شيء اسمه مبدع. نعم. قالت هي عندها سالفه انها تصور، ولكن تقول في السابق كنتوا تحتاجون عدسات معينه، تحتاجون يعني اجهزه معينه، الحين عادي حتى بتلفونك ممكن تصور. صح. رديت عليها ان في شيء اسمه فنان وفي شيء اسمه مبدع، قول لي ايش الفرق، خلي الناس تستفيد ايضا ويانا. الفنان هو يروح حق نفس المكان ويصوره بصوره فنيه وجميله وحلوه. المبدع يرجع حق نفس المكان بس يصوره بتوقيت مختلف، بزاويه مختلفه، بالوان غير، فيحسسك ان انت اول مره تشوف هالمكان. التوقيت والزاويه يمكن هذا اللي نعم يساعد. حتى احنا حق كل مصور ترى له بصمه، يعني لما تبطلين السوشيال ميديا تشوفين صور تعرفين هذه صوره فلان، هذه صوره فلان. في لمسة، في تاتش بين مصور ومصور تفرق. أوكي. بالتصوير نفسه وبالزوايا نفسه وحتى بالتعديل مال الصور. طيب خلينا نتكلم عن مشاركتكم في معرض نور بشكل خاص، شنو أضافت لك هذه التجربة أستاذ؟ والله الأمانة أنا شاركت بعملين، محور التصوير الجوي عند دولة الكويت، كانت صورتين، صورة عن كان شروق وقتها، كان يعني هذه شغلة ثانية، إحنا نطلع وايد نفس المكان، أبراج الكويت أنا مصور، كل مصور ابراج الكويت، بس اللي فادني بهالطلعه هذه كان الشروق نادر لونه احمر دام 3 دقائق فقط لا غير، يعني اللي جو بعدي ما حد لحق. يعني حظ يعتبر هذا. بالضبط فكثره الممارسه تخلق لك فرص حق صور نادره وغريبه. شاركت بهالصوره وشاركت بصوره ثانيه اللي هي اهم من صور الضباب، ما شاء الله السنه اللي طافت واللي قبلها الكل قاعد يصور ضباب بالكويت، لكن حبيت ان الصوره تكون مو عاديه، مو بالوان عاديه، فاستخدمت تكنيك يسمونه هاي كي، رفعت الاضاءه والاكسبوجر فصارت الدنيا كلها بيضاء ولكن المباني هي اللي بارزه. نعم. صارت الصوره كنا بحلم يعني. المعرض اضاف لي الامانه، تعرفت على وايد مصورين، احتكيت فيهم، احتكينا ببعض، وكانت في اضافه ثانيه الامانه، انا منظم المعرض. نعم. فاضافت لي الامانه شلون اتعامل مع طباعه الصور، مع تنظيم المعرض، وايد وايد استفدت صراحه. طيب منين جت فكره نور 4؟ شنو الهدف منها؟ هو هذا نور 4 اساسا المعرض الرابع. نعم. قبله كان في 3 معارض، جت الفكره من نور 1، والهدف منها ان نبرز اعمال المصورين سواء من الكويت او خارج الكويت، ونخلق جو من الاحتكاك بين المصورين سواء كانوا محترفين او مبتدئين. الحوارات اللي تصير، النقاشات اللي تصير، تثري المصور نفسه وتخليه يغير فكره ويتطور. طيب اذا كنا راح نتطرق يمكن حق هالمعرض، نتكلم نور 4، هل هناك اختلاف ما بين يعني من بدايه انطلاق مثل هذه المعرض، هل لاحظتوا هناك في اختلاف؟ هل في تطور؟ هل في توسع من ناحيه المصورين والصور اللي قاعدين نشوفها اللوحات؟ اي نعم. اولا طريقه العرض او طريقه الطباعه قبل كانت على الفلين، الكواليتي كان جيد جدا. معرض عن معرض احنا قاعد يعني بالجمعيه قاعد نفكر شلون نخلي المعارض تصير ارقى وافضل. فالمعرض هذا لو تلاحظون كانت الصور مطبوعه على برواز مو مجرد فلين عادي، فتعطي للصوره جماليه وهيبه. الورق المستخدم نفسه تغير، قبل كنا يعني نطبع بورق عادي، الحين طبعنا بالفاين ارت فوتو بيبر، فهذا يضيف جماليه وتفاصيل اكثر للصوره نفسها. طيب جمعيه الكويتيه لفنون التصوير شنو انشطتها؟ ابرز فعالياتها اللي طافت واللي جايه ان شاء الله؟
من أنشطتنا احنا تقديم ورش ومحاضرات في التصوير، والأبرز عندنا تقديم المعارض، لأن نهدف إلى نفس ما قلت لكم خلق جو تعارفي واحتكاك في هذا المجال من فنون التصوير. المعارض الجاية يعني عندنا خطط جاية إن شاء الله بحال الله، عندنا معرض مع جامعة الكويت، وفي تنسيق مع معرض الكتاب الدولي معرض مصاحب معرض تصوير فوتوغرافي ان شاء الله. قبل شوي قلت صورت صوره ورفعت ما ادري ايش اكسبوجر والى اخره، ما ادري انا مجرد ان سؤال طرى علي، يعني ما تعتقد ان هني انت غشيت الـ 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 الشخص اللي بيشوف هذه الصوره؟ لعبت شويه بفكره خليته يعني يشط يفكر انه شلون الاضاءه صارت كذي، شلون هذا، هل هو نوع من الفن، هل هو نوع من الخدع اللي انتم تستخدمونها على اساس تجذب، هل هو غش تجاري، شنو موضوعكم بالضبط؟ لا هو نوع من انواع الفن، هو تكنيك من تكنيكات التصوير، يعني هذا الشيء قاعد نسويه بالكاميرا مو بالفوتوشوب مثلا، لا فهي بالكاميرا انا ارفع الاضاءه لان عندي اعدادات وايد بالكاميرا، فمن الشغله اللي اسويها ارفع الاضاءه، فتحس الدنيا تصير الصوره كانها تصير محروقه. الحين لما تمسك تليفون او الكاميرا وبتصور ترفع الاضاءه تحس الدنيا احترقت وياك. هني بعوامل معينه، بعوامل جويه معينه، تحس الدنيا صارت وايد بيضة، لكن المباني مثلا او العنصر اللي قاعد تصوره لونه موجود. لونه موجود يصير. اضفت اليها انا ان حولت الصوره الى ابيض واسود، فصارت يعني لا انت تشوفها كأنها محروقه، بس تحس انه يعني بدال مثلا صوره الديره بدال تكون المباني مبينه بالوانها، انت لما ترفع الاكسبوجر راح تحرق الدنيا، هني توازنها انك تخليها ابيض واسود فترجع المباني مبينه تصير تبين. اي يمكن معرفه في هذه الخلق بين الظل والضوء يصير بالضبط. طيب الاعداد المشاركين هذا العام، اللوحات كم كان عددها، شنو اللي مميز فيها اللي شفته وتذكرتها يعني من الصور اللي شفتها؟ احنا كان عندنا 46 مشارك ومشاركه او فنان وفنانه، كويتيين وغير كويتيين، بس كويتيين وغير كويتيين. كان عندنا 72 عمل، كانوا يعني الامانه وايد حلوين وايد متنوعين، المحاور كانت كبيره وكثيره، الامانه الاعمال كلها كانت مميزه، يعني ما اقدر احدد يعني اركز على عمل معين، كانوا كلهم مميزين. لان قبل شوي سالني قال لي ايش اللي قاعد يتطور من معرض لمعرض؟ قاعد تصير عندنا لجنه لتقييم الصور قبل لا تدش الصور، من حيث الكواليتي، الزوايا، التكوين، فمعرض عن معرض الصور قاعد تصير فنيه اكثر، فالامانه انتقائيه إيه، فالمعرض هذا كان يعني ما شاء الله الصور كلها جميله. ممتاز. حلو. الصوره تعتبر اطروحه من قبلكم او تناقشونها، ولا انه مجرد صوره تطالعون والله هذه زاويتها جميله هذه، ولا في نقاش بيناتكم وعلى قولتهم يعني هل تعتبر الصوره اللي صورتها قصه ولا مجرد صوره وبس؟ هني يعتمد من مصور لمصور، في مصور ياخذها مجرد اقتناص لقطه جو حلو شافه وصوره، في مصور تصير معاه قصه، يعني انا صارت معي مره من المرات صوره تعتبر قصه، يعني رحين جزيره كبر وكان موسم تفريخ طير الخرشن هناك، يعني قعدت مشي لقيت في فرخ صغير شيء قاعد بالعش وقاعد ينادي امه، يعاني ينادي امه، ف يعني احنا عندنا بتصوير شيء اسمه اي ليفل، فابي اكون معاه على مستوى العين، فاضطريت اني انام على الارض ويعني نطرت للامانه وايد دقائق عشان يعطيني صوره تكون فيس تو فيس معاه. هني في قصه بالصوره، ان انت شفت تعامل الطير، بيهيفير، سلوك الطير نفسه شنو قاعد يسوي، ناطر امتي، انتبهت بعدين ان انا لما اكون قريب وايد من العش الام ما راح تجي لانها خايفه مني، صح. فقمت بسرعه غيرت مكاني، وايضا المتلقي له رده فعل الصوره، يعني ممكن أكيد. تكون الصوره عاديه جدا للمصور لكن المتلقي يتلقاها بشكل مختلف، صح. جدا صح. طب نوع الزوار اللي كانوا اليوم حق المعرض شنو كانت رده فعلهم؟ هل تحسون ان تشجعتوا اكثر من الزوار بالاستمرار باقامه مثل هذه المعارض؟ وايد رده فعلهم كانت مشجعه ومفرحه لنا صراحه كمصورين، لدرجه ان بعضهم قاعد يشوفون الاعمال هذا تصوير ولا رسم، يعني مو مصدقين ان في مصورين ممكن يبدعون ويطلعون هالجمال هذا، فيتوقعون ان هذا مجرد رسم، تراسم مو تصوير،
فصار في الامانه وعي اكثر، اهتمام اكثر حق المصورين والمعارض، وهالشيء شجعنا ان شاء الله. يعني حتى المعارض الجايه كان نفكر انها تكون مجمعات، ما تكون مجرد قاعات، لان فرق بالمجمع في ناس رايحين رادين، القاعات في ناس مختصين، ناس معينه تشوف ناس مختصه او حاب عندها هوايه، لكن بالمجمع الامانه لا، صار عندنا قلت لكم اللي رايح واللي راد، الفضول. وفي ناس نفس الاخت الكريمه عنده الهوايه، عنده هوايه التصوير بس مو عارف من وين يبلش، شلون يبلش، الصعوبه منو يتعامل معاه، يكلم منو. فبهالمعارض هذه يتعرف على المصورين ويرجع يثري الهوايه مالته. على طار الزوار، يمكن قبل شوي مها قاعد تقول لي الزوار في نقول احنا في الرسم، الرسام يرسم لوحه معينه يقصد فيها موضوع معين او يقصد فيها شيء معين، المصورين نفس الشيء تصورون، وهل يناقشك الزائر انه شنو قصه هالصوره ولا شنو موضوعك او شنو تهدف من هذه الصوره؟ اي نعم، مستحيل مصور يعني يصور صورة وهو مغمض أو كذي صدفة، هو يكون رايح وحاط بباله سيناريو معين أو صورة معينة عشان يلتقطها. ففي صبر مو طبيعي ترى بالتصوير، الموضوع في ناس يعني عبالهم التصوير ضغطة زر، لا ضغطة زر، مو نفس صبر الحداقة. الحداقة يصبرون أكثر. لا خل أقول لك شغلة، في تصوير الحياة الفطرية اللي هي الطيور والحيوانات أعزكم الله كذي، إي هذا غير، هني حالة حال حداقة. أنا ترى تخصص يعني أكثر دشيت مجال تصوير الطيور، أقعد بالساعات عشان أنطر الطير يعطيني سلوك معين، هذا حلو. هذه اللي قلت عنه، في بعض الأحيان احنا نشوفه ممكن من خلال البرامج الثقافية، تشوفها يركب كاميرات معينة في أكثر من زاوية، حوط الطير من كل مكان أو حوط الشيء اللي بيصوره من كل مكان، وهو أيضا يكون موجود لكن وجوده بعيد، تلقاه يأكل ويشرب، بس إنه مجرد أن الكاميرات هي اللي تصوره، ومن ثم أعتقد يبدأ يختار. صح، هذا شيء هم انتم تسوونه هنا؟ حاليا احنا لا ما نسوي هالشيء، احنا قاعد نسوي هالشيء مانيوال مع نفسنا، احنا اللي قاعد نطلع وننطر الطير او ننطر الحيوان يعطينا لقطه معينه. اللي قاعد اتكلم عنه قاعد يحط هو كاميرات ويحط فيها تريجر بعد، فمجرد مثل سنسر، مجرد ما يتمر طير او حيوان تصور بروحه، وهذا مو تعب انا شيء، هذا تعب بس انه ركب واختار زاويه. لكن هني الامانه المصورين لا، يعني مانيوال، الموضوع كله مانيوال، احنا اللي قاعد نتعب ونطلع ونصبر وننطر، فحالنا حال حداقه، مربوط بالشغف هذا اكثر من ما يكون تقني. بالضبط، اللي ما يعني اللي ما له مزاج او ما عنده شغف قوي ما راح يقعد الفير عشان يروح يصور الشروق. اللي ما عنده شغف ما راح ينطر الغروب، لا مالي خلق خلاص برجع، ما راح ينطر الطير مثلا يسوي له حركه معينه. فأكيد كل شيء أنا اللي أستغرب مشاهد منهم اللي يستخدمون هذا النوع من التصوير اليدوي أو المانيوال في تصوير البرق، هذا أنا عندي يعني التقاط مثل هذه الصور اللي أستغربها، لأنها تحتاج دقة في أنك تصور هذه الصور. هو البرق للأمانة يحتاج، هو كل تصوير يحتاج حظ وتوفيق من رب العالمين، مهما يكون الإنسان مبدع إذا ما لك حظ ما راح تأخذ الصورة. صحيح. بس البرق فعلا يبي له دقه ويبي له يكون عارف الزاويه، لان البرق متغير. صح، يعني انا كذا مره اطلع اصور البرق وقاعد اصور فيديو بالدرون، قاعد اصوره هني فجاه سبحان الله اي، وعلى سرعه الرياح والغيوم قاعد يتحرك معك، ففعلا يبي له دقه، شيء مهين صراحه. طبعا كل الشكر لك استاذ جاسم دغش العجمي، طبعا مصور وايضا العضو في الجمعية الكويتية لفنون التصوير، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نشوف معارض جاية ونحضرها إن شاء الله، وتيمها تسألكم عشان تتعلم إن شاء الله. تنورون وتشرفون ومشكورين وايد على الاستضافة الجميلة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونكمل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح.